شوف المفهوم الغلط، شافوه دار محطه، شنو هذا؟ قالوا له وش اللبسه هذا؟ وش في هذه اللبسه؟ امام لابس هذه، علاه؟ او داير في باله بلي لازم تلبس حوايج مقطعين باش تولي مؤمن، او داير في باله هذه العقليه وهذا المفهوم الخطا لمفهوم الفقر والغنى والزهد في الدنيا عند كثير من الناس. لانه كاين ناس علماني يجي يتكلم على التوبه يصورها لك بلي انت راك عايش في قبر، بلي دوك الان كي تشوف انسان بقندورته يصلي في الجامع هذاك الانسان وعايش في قبر ومدفون، معناتها ماهوش ماشي هذه التوبه. انا ما نتوبش هكذايا، انا نتوب نولي كيما هذا. شفت التوبه؟ توبه لا توبه مصالحه مع الله، توبه اعتراف بالذنب، توبه سنه ابينا ادم، كلا من الشجره خرج قال إن لم تغفر لي وترحمني، قالوا ربنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه التوبة، التوبة أنك أنت تقول ربي غلط سمح لي، أنا ما كان. هذه التوبة، التوبة أنك أنت تفتح حياة صحيحة وبعد ربي قال لك بلي كي توب أنا ما حسود لك وجهك، كي توب ما حش نحرم عليك الأكسجين. أنا يعني أنت كي توب تعيش حياة طيبة، تأكل وتمشي في الأسواق وتعيش حياتك طيبة، تمارس الرياضة نتاعك، تمارس تجارتك، تمارس الحياة الزوجية. كان الرسول عليه الصلاة والسلام أبا وكان أخا وكان يصل الرحم وكان يتاجر وكان يعمل ويعمل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عايش حياته لبس عليه توبة. ما ليش أقول لك أنا أسمع، شوف حبس كلش باش التوب كما نقول إحنا تبدأ تصلي سون بيتي، ما كاش من هذه. شو نبدأ صلاة سون بيتي؟ ما عدناش هذه، إحنا عدنا حاجة أننا إذا تبنا إلى الله مش نحرموك. النبي عليه الصلاة والسلام جاء صلح للناس حياتهم كما راهم، صلح لهم حياتهم، سقمها وخلاها تمشي كيما راهي. الفلاح قعد فلاح، الانصار كانوا يخدموا الفلاحه النخل وكذا، قعدوا هما، والمهاجرين جاوا من مكه، كانوا ناس تاع تجاره رحله الشتاء والصيف، تجار قعدوا تجار هما، دخلوا في التجاره كيما راهم. كل انسان قعد في مهارته، ولكن واش درنا؟ صنعنا ناس مزجوا لنا ما بين الدين والدنيا. هذه البطوله، هكذا نحبوا ناس، هكذا احنا. انا مش نقول لك ولي امامه، مش نقول لك ولي انسان تحكم صومعه وتحتبكي حتى تموت، ما كاينش هذه. احنا ما عندنا في الدين تاعنا، ما عندناش، عندنا الاصل كل واحد يبقى في حاله، عيشوا حياتنا، نخرجوا للسوق ونعيشوا ونضحكوا ونلعبوا نلعبوا رياضه، نديروا كلش، بصح علاش؟ واش يمنع انني نلعب رياضه واني مسلم ونصلي صلاه في وقتها؟ واش يمنع انا انسان نخرج نحوس في السياحه، نروح للبحر، نروح للجبل، نروح نحوس، ديت اهلي، رحت مع اصحابي، وراني انسان مسلم. وريني واش يمنع؟ علاش رانا دايرين تناقض ما بين الدين والدنيا؟ على هذا اكبر مانع خلى شبابنا ما يتوبوش. راهو يظن انه كيتوب تروح له الضحكه، او يظن انه كيتوب ما عندوش مستقبل في الدنيا. بالعكس، ربي سبحانه وتعالى قال لا جناح عليكم ان تبتغوا فضلا من ربكم. ماشي نعيش الدنيا معناتها شويه ربي شويه القلبي، لا، اعيشوا للدنيا لله تبارك وتعالى. قل ان صلاتي ونسكي وكذلك محيا يوم ماتي، هذوما كامل لله رب العالمين. انا مانيش انسان مصلي في الجامع الله اكبر ومن بعد كي نخرج من الجامع ما كاش الله اكبر، كاين الهوى اكبر، كاين الغضب اكبر، كاين العرف اكبر والتقاليد الفاسده اكبر، كاين العادات السيئه اكبر، لا، كاين حاجه اكبر هو الله اكبر، داخل الجامع وبرا الجامع. قل ان صلاتي ونسكي كذلك محيا يوم ماتي كلهم لله رب العالمين. فهمنا الان الدين شنو هو؟ الدين ما يحشيني حلك الضحكه، الدين راح يخليك تلبس لبستك. قل من حرم زينة الله؟ شوفوا الخوارج، عبد الله بن عباس ضرب حطه شابه لاباس ما شاء الله، وراح يخاطب الخوارج. الخوارج استحلوا دماء تاع المسلمين، يحبوا يقتلوا الناس ويتقربوا بهم الى الله، وراح يخاطبهم شكون؟ عبد الله بن عباس ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كي راح يخاطبهم شوف المفهوم الغلط، شافوه ضرب حطه، شنو هذا؟ قالوا له وش اللبس هذا؟ ابن عمي رسول الله عليه الصلاه والسلام لابس لنا حطه كيما هذه، علاه؟ او داير في باله بلي لازم تلبس حوايج مقطعين باش تولي مؤمن، او داير في باله هذه العقليه وهذا المفهوم الخطا لمفهوم الفقر والغنى والزهد في الدنيا عند كثير من الناس. وهذه المساله ان شاء الله نتكلموا عليها، لان راهي ماخذه جانب كبير عندنا في المجتمع هذه الايام. الان شوف المفهوم الخطا، قال لهم واش قال لهم عبد الله بن عباس؟ قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيب. ما تفهمش بلي انايا كي نكون مسلم ومؤمن معناتها ما نحبش نعيش حياتي بصح البطوله الحقيقيه. شوف البطوله الحقيقيه، كيقول لك بلي صح انا مسلم، اني عايش بالدنيا، عندي تجارات، عندي اموال، راني طالع هابط، ولادي نقريهم وزوجتي ونربيها ووالدي نقوم بهم وصله الرحم، وعندي صحابي نحوس معاهم ونلعب رياضه وندير كلش، ومازلني مسلم. مازلني وين تروح؟ لا اله الا الله تمشي معايا، وين تروح؟ الله اكبر يمشي معايا. هذه البطوله الحقيقيه، هذه هو الصح،
هذا هو الحقيقة. ولذلك شوفوا إخواني الكرام، أنت شاب تقدر كتب الله ما تبدل حياتك، راح تتمتع وتقضي شهوتك في الحلال وتعيش وتحقق الأماني، وزيد لك واحد الحاجة تزيدها معها البركة تديها. بعيد عن الله ما كاش بركة. ربي عز وجل قال ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وبالمقابل وش قال؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. غني فقير، عندك الأموال ما عندكش الأموال، جيت وين تسكن ما عندكش وين تسكن، تزوجت ما تزوجت، بعيد عن الله تبقى دائما عايش حياة ضنكا، نسأل الله السلام والعافية. مع الله فقير غني عندك ما عندكش، تعيش حياة طيبة، لأن الحياة الطيبة لا تأتي بالماديات. وتقدر تكون عندك ماديات وعطاك ربي حياة طيبة، ماشي لأنك عندك المادة، لأنه أنت يا إنسان مؤمن كي عندك المادة وإنسان مؤمن ربي عشت حياة مليحة. كما تقدر تعيش فقير ومؤمن وتعيش حياة طيبة، والله عز وجل هو الذي يقسم الأرزاق. إذن الآن عندنا حاجة يديها كل واحد فينا وهي الحياة الطيبة، من هنا الشاب يقدر يعيش. علاش حنا وزدرنا درنا مفهوم التوبة مفهوم خطأ، بأن التوبة هي ظلام، التوبة هي القبر، التوبة هي أنك أنت ضابط وجهك ما تضحكش. بطبيعة الحال كاين بعض الناس للأسف الشديد مدوا نظرة ماشي مليحة على التدين، غير يدين يولي يضرب مع والديه مع أخته مع يمه، يولي ماشي مليح ما يلقيش السلام، يولي يزبط وجهه يقول لك الهيب المهابة، يقول لك أنا ما كاش اللعب سارة ما كاش. والإنسان وهذو عوام يقسم الناس، هذه غلط، هذا ماشي تاعنا، مش تاعنا الدين، تاعنا بشاشة وضحكة وابتسامة. احنا عندنا دين، عندنا دين كيما نصلوا، كي تبسم معاك انا ثاني عندي دين، شغل راني نصلي ندي اجر، وتبسمك في وجه اخيك صدقة. يعني عندنا النبي عيسى محب يخرجنا للزنقة ويقولنا راكم عباد ثاني، على ديك قلنا صدقة صدقة صدقة، على قلنا هذا الكلام هذا حب يبين لنا بلي انت كي تخرج برا ثاني كعابد، ماشي غير كي تلبس صباطك من الجامع تولي تحول علينا، ابقى دائما عابد لله تبارك وتعالى. والعبودية الحقيقة الحقيقية تكمن وين؟ في المعاملات. لأنه شوفوا واش قلنا حنايا، علاش رانا مصورين للناس بأنه التدين هو رهبانية؟ ما عندناش رهبانية احنا في ديننا، هذه ديننا لا يعرف الرهبانية، بل ننكرها الرهبانية هذه. النبي عليه الصلاة والسلام سماها رغبة عن سنتي.